السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا اكبر جمهور في الدنيا؟ النهارده رجعنا يا جماعه مع بعض بفستان سواريه، فستان جورجينا بشكل جميل جدا وسهل وبسيط. هنبدا نعمله مقاس 40. اهم حاجه بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك، ده قرارك انت. واحده واحده كده هنبدا مع بعضينا. الفستان سهل وبسيط جدا، يلا بينا. اول حاجه خالص معايا ربع دوران الصدر هنا، وهنبدا نحطه رقم 23، تمام. وبعدين هنبدا واحده واحده ننزل حرده الرقبه بتاعتنا اللي هي 7.5 هنا، وبعد كده هننزل من هنا كده 7.5، وبعدين هنيجي هنا 1.5 هنا بالظبط. بعدين نعمل حرده الرقبه الاماميه، حرده الرقبه الخلفيه، وحرده الرقبه الاماميه. وبعدين هننزل هنا 3 سنتي ميلان الكتف، نعمل خط بدون مقاس بالشكل ده. وبعدين هنبدا واحده واحده نحط طول الكتف معانا، طول الكتف 12.5 بشكل سهل وبسيط اهو، تمام. وبعدين هنبدا ننزل بطول الظهر. طول الظهر قد ايه يا مريم؟ طول الظهر في المقاس ده 40.5، هنبدا ننزل هنا 20، وهنا هننزل 20.5، تمام. واحده واحده بس كده ومن الصفر زي ما انتوا شايفين. وبعدين واحده واحده هنبدا نحط دوران الصدر في مكانه الطبيعي 23، ودوران الوسط في مكانه برضو الطبيعي 18. الفستان ده بسيط قوي وسهل، يعني حاجة جميلة قوي وسهل جدا، مفيهوش اي حاجة خالص. انت ممكن تقولي ان هو لا صعب، بس هو صدقيني سهل قوي. نزلت من الكتف على دوران الصدر، وبعدين بدأت ان انا رفعت 6 سنتي، وخش من هنا 1 سنتي، وبعدين هبدأ اجي كده واعمل حردة الجيرو معي بالشكل ده. وبعدين واحده واحده كده اهو. طيب الفستان ده اولا يا جماعه كب، تمام كده بشكل سهل وبسيط اوي زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا من هنا كده ونبدا نعمل الكب اهو بالشكل ده، شايفه ازاي؟ وطبعا الكب هيبقى في الخلف وهيبقى في الامام، نفس الرسمه دي هتبقى في الخلف وفي الامام. وهنبدا ان احنا نقص واحده واحده، وطبعا هنعمل حمالات خارجيه، الحمالات بتاعتنا هنعملها خارجيه. بالنسبه للكم مفيش اكمام في التفصيله دي، ما لهاش اكمام خالص، هي تفصيله كب كده بسيطه وسهله وينفع لكل المقاسات وكل الاعمار كمان. ادي يا جماعه شكل الفستان. هنبدا واحنا ماسكينه كده نبدا ندبسه من هنا كده من الجناب، وهنبدا ندبس الجنب التاني كده، ونبدا نفرد. وبعد ما فردت ودبست بالشكل ده، هبدا ان انا اعمل الحمالات بتاعته طبعا بشكل سهل وبسيط اهو. ثانيه واحده كده، ادي الحمالة هعملها عريضة شوية، مش هعملها رفيعة، هنعملها عريضة احسن. وبعدين هنبدأ كده، شايفين يا جماعة الموضوع سهل ازاي؟ وهبدأ ان انا ادبس اهو كده، شايفة ازاي؟ لحظة واحدة اهي، وهبدأ ادبس الناحية التانية كده. طبعا انا عايزة ادبسها الناحية التانية، فهبدأ اقلبها كده اهي كده، وهبدا افرد بعد كده الحماله بتاعتي، تمام. ادي الشكل بتاعنا في الاخر خالص زي ما انتوا شايفين اهو، ادي الشكل بتاعنا بشكل سهل وبسيط قوي. هبدا ان انا اقفل الحماله الثانيه وارجع. بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي بعد ما ركبت الحماله بالشكل ده طبعا، والناحيه الثانيه بالشكل الثاني طبعا، دي طلعت معايا قصيره شويه ودي طلعت طويله، بس مش مهم عادي خالص، الفكره جت بردك هي هي، تمام. اهي نفس الطول في الاخر عملتهم اهو، لحظه واحده اعملهم لك نفس الطول تماما اهو، شايفه ازاي؟ هبدا بقى ان انا اعمل من هنا كده رسمه للحماله. طبعا هو الفستان ساده وقطيفه واضح عليه قوي وجميل قوي زي ما انت شفتي كده. هي لابسه عليه شال، شال عادي خالص، بس الشال معمول من شافون، تمام اهو. وبعدين طبعا حابه ترسمي بقى بعد كده الشكل النهائي، حابه تعملي له اي شكل تاني تمام، مش حابه خلاص بردك عادي تمام خالص، والشكل بتاعه هيبقى كده تمام. هنقص بقى ان احنا نعمل الجيبه بتاعته، والجيبه بتاعته صك. طبعا فستان جورجينا ده يعني سهل قوي وينفع لكل المقاسات، وعلى فكره يا جماعه بيداري كل الدفوهات، تمام. لحظه واحده، هتقولي بيداريها ازاي مريم اذا كان هو صك؟ هقول لك بيداريها ازاي، لان في حزام عريض هيتحط عند الوسط، تمام. هبدا واحده واحده ان انا اعمل عند الوسط من هنا كده، واحط الجيبه بتاعتي، هنرجي من هنا وهنبدا ننزل كده بدوران الوسط
وبعد ما نزلت الدوران الوسط هبدأ واحدة واحدة انزل بطول الجنب، وبعدين هاجي كده واحط دوران اكبر حجم عندي، وبعدين اوصل دوران اكبر حجم مع دوران الوسط. وطبعا هاجي احدد بقى، انا مش يعني احدد بقى كده بقى الطول، حدده من تحت كده ينزل على دوران ايه، فهنحدده من هنا. بصوا نخلينا لحد الركبة مثلا، دي الركبة اهي، فهنيجي بقى نحدد، هنخليه ينزل على دوران اقل من دوران اكبر حجم ب1 سنتي، عشان طبعا ينزل لي مجسم اكتر، فهنبدأ ننزل بيه كده. تمام. طبعا انا هنا كده ضيقت من عند الرجلين وخليته ضيق، بس طبعا دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة. حابة ان انت تسيبيه مفتوح زي بتاع جورجينا، تمام، ده سهل قوي ان انت تسيبيه مفتوح من النص. تمام. لحظة واحدة هبدأ كده بفرد التفصيل او الجيبة، فستان بسيط قوي، وبعدين واحدة واحدة كده، وهبدأ اجي كده. تمام. وهبدأ اجي كده اهو واحدة واحدة برضو، وهبدأ بقى اجيب التفصيل. الحزام بتاعي اللي انا عايزة اعمله هيبقى كده كده كده، تمام، وهيبقى كده، هيبقى كده، تمام. وبعدين هنعمل رسمة كده، وبعدين هنعمل كده بالشكل ده كده. زي ما قلت لك هو فستان بيداري كل التفوهات. طبعا لو انت حابة تلبسيه، انا حبيت اعمله مقاس 40 بحيث انه يبقى داخل ضمن فساتين السن المحير، لان بنات كتيرة قوي هتحبه وهتحب طريقته كمان او الفكرة بتاعته. اهو شايفة ازاي؟ بصوا يا جماعة بشكل سهل وبسيط قوي. لحظة واحدة اوريكم الشكل. بصوا يا جماعة ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي زي ما انتم شايفين. فستان جورجينا اتعمل مقاس 40 سم 40 سم 40، واحد لارج، هو اتعمل بمقاس لارج بشكل جميل قوي وسهل وبسيط. طبعا زي ما انتم شايفين الفكرة بتاعته سهلة وبسيطة قوي. اهم حاجة بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، واللايك الجميل والتعليق الاجمل. مقاس 40 يا جماعة، ميديم مش لارج، مقاس 40 ميديم مش لارج. يا رب تكون الفكرة سهلة وبسيطة وعجبتك، وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله. مع تحية تعليم الخياطة عليم احمد. يا رب تكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتك. بصوا ادي الفستان اهو في الاخر خالص، اتعمل بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة، ومفيش فرق تماما ما بين الصورة وما بين الفستان، غير بس الشال اللي هي حاطاه على راسها ومدخلاه من هنا من عند الابط من هنا، وعاملاه زي نص كم. بس هو ده شال مركب، يعني مركب يعني قطعه قماش، وهي بدات ان هي تقلب فيها. تمام كده. ده الفستان يا جماعه، رب يكون فكره سهله وبسيطه وعجبتك، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه جمهور في الدنيا. في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم.